السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبابي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدرسة التميز النموذجية، نحن الآن مع درس جديد في مجال الفقه، وعنوان درسنا اليوم يا أحبابي زكاة أموالنا. افتحوا الكتاب صفحة رقم 50. هيا معا لنتعلم بعض الاستراتيجيات الجديدة، ومن الاستراتيجيات استراتيجية التركيب، لنتعرف على عنوان درسنا اليوم. كون موضوع درس اليوم. ما مرادف وردة؟ ما معنى كلمة وردة؟ زهرة. إذن هناخد أول حرف يا شباب ونحطه هنا، زاء. طيب، ما عايزين؟ نهر في الجنة، نهر الكوثر. ممتازين. ما ضد اليأس؟ الأمل. ممتازين. يبقى زاء وكاف وألف، عايزين وسيلة اتصال. مين يجاوب؟ هاتف. ممتاز. إذن عنوان درسنا اليوم هو الزكاة. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين في أموالهم حق معلوم لمين يا شباب؟ للسائل والمحروم. طيب، عايزين نعرف الزكاة. ما تعريف الزكاة؟ ها، هو حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. يبقى تعريف الزكاة تعريف مهم عندنا يا شباب، هو حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ماذا يقصد الله تعالى بقوله حق معلوم؟ ولمن هذا الحق؟ الحق المعلوم هو الزكاة. ولمن هذا الحق؟ لمن نخرج الزكاة؟ للفقراء والمحتاجين. إذن تعريف الزكاة مرة تانية يا شباب، رددوا معايا، هو حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. رددتم؟ ممتازين. ما هي عدد أنواع الزكاة؟ سؤال يجيك في الامتحان، أو أحد الأشخاص يسألوك في الشارع أو في البيت أو في أي مكان، يقول لك عدد أنواع الزكاة. إيه هي أنواع الزكاة يا شباب؟ أنواع الزكاة: واحد، زكاة المال. اثنين، زكاة الفطر. ومتى يخرجها المسلم؟ إمتى نطلع الزكاة؟ عندما يدور عليها الحول، يعني يعدي عليها سنة كاملة. هيا للنشاط الأول في صفحة رقم 51، افتح الكتاب. يقول لك أدون ما أستنتجه من أحكام في المحور السابق اللي احنا خدناه. ممتاز. الزكاة فرض، ها، وللزكاة وقت محدد. عرفنا إن الزكاة فرض والزكاة لها وقت محدد اللي هو يعدي عليها سنة. طيب، عدد أركان الإسلام. كم عدد أركان الإسلام؟ خمسة. يلا نذكرهم. ها، أركان الإسلام كام؟ خمسة. واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، اثنين، إقامة الصلاة. ثلاثة، إيتاء الزكاة. أربعة، صوم رمضان. وآخر ركن من أركان الإسلام يا شباب، حج بيت الله الحرام. طيب، إيه الدليل على كده؟ نسمع نشوف ونسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ها، أهم
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي أول واحدة، وإقام الصلاة اثنين، وإيتاء الزكاة ثلاثة، والحج وصوم رمضان. الحج وصوم إيه؟ رمضان. رائع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ما حكم الزكاة يا شباب؟ الزكاة فرض، فرض على كل مسلم قادر ذكر أم أنثى، وهي ركن من أركان الإسلام. تمام يا شباب؟ إذن ما يجيك في الامتحان ما حكم الزكاة تقول له إيش؟ تقول له فرض على كل مسلم قادر ذكر أم أنثى، وهي ركن من أركان الإسلام. ممتاز. هيا للنشاط الثاني. سوف أعرض عليكم فيديو عن دور بيت الزكاة وأثره على الفقراء. استمعوا وأنصتوا جيدا. تم. 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 وبعد أن استمعنا للفيديو يا شباب، هيا لنتعرف على ما أهمية الزكاة. ما أهمية الزكاة في حياة الإنسان؟ تحقق التكافل في المجتمع. أول أهمية هي أنها تحقق التكافل في المجتمع. رقم 2،
تقوي الروابط بين الأغنياء والفقراء. الأغنياء يحبون الفقراء ويعطفون عليهم، والفقراء لا ينظرون إلى الأغنياء ولا إلى حالهم وإلى ذلك، ويكون ويحبون بعض. فمن أهمية الزكاة أنها تقوي الروابط بين الأغنياء والفقراء. ما منزلة المسلم الذي يخرج زكاته عند الله تعالى؟ إنسان بيطلع الزكاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. طيب يا أستاذ، إيه منزلة المسلم الذي يخرج زكاته عند الله؟ اسمع، يحبه الله تعالى ويثيبه على هذا الفعل. ربنا بيحبه يا شباب، اللي بيطلع زكاته وزكاة أمواله ربنا بيحبه. سؤال: ماذا يحدث للمجتمع الذي يهتم فيه الأغنياء بالفقراء؟ الأغنياء ليعطفون على الفقراء ويخرجون لهم الأموال ويساعدوهم ويفعلون لهم الخير. ماذا يحدث للمجتمع الذي يهتم فيه الأغنياء بالفقراء؟ أول شيء المحبة، ممتاز، والأمن. يعيش المجتمع في حب وفي أمان. ماذا يحدث للمجتمع الذي لا يهتم فيه الأغنياء بإخراج زكاتهم للفقراء؟ الأغنياء لا يخرجون أموالهم. ماذا يحدث لهذا المجتمع؟ أول شيء البغضاء، سيكره الفقير الغني، وإيه؟ والسرقة، بعد أن كان هناك أمن سيصير سرقة. هيا بنا يا شباب لنذهب إلى تقويم الدرس. سؤال: من البطل اللي هيجاوب؟ أكمل ما يلي. الزكاة هي إيه؟ ممتاز. الزكاة هي حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ممتاز، بارك الله فيك. السؤال الثاني: صل بين العبارتين، ما حكم الزكاة؟ يقول لك حكم الزكاة، عايزين نوصله بأحد هذه الإجابات. ومن يخرج زكاته؟ إيه؟ الزكاة نوعان، نوصلها بإيه؟ الزكاة حقق. مين يقدر يجاوب؟ حكم الزكاة يا شباب، ممتاز يا بطل، حكم الزكاة فرض. طيب من يخرج زكاته؟ ايه اللي يحصل له؟ ممتاز، يحبه الله تعالى. طيب الزكاة نوعان، نختار ايه؟ سنة ولا زكاة الفطر وزكاة المال ولا فرض ولا التكافل في المجتمع؟ الزكاة نوعان، رائع، زكاة الفطر وزكاة المال. طيب سؤال: الزكاة تحقق إيش؟ إيه اللي لسه؟ سنة ولا التكافل في المجتمع؟ الزكاة تحقق التكافل في المجتمع، بارك الله فيك، ممتاز. وبكذا يا شباب بكون انتهينا من درس اليوم، وهو بعنوان زكاة أموالنا. وقبل أن ننهي، هيا لنراجع مراجعة سريعة على ما قد ذكرناه الآن. قلنا يا شباب، قلنا أن الزكاة هي حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وذكرنا أنواع الزكاة. قلنا زكاة المال وزكاة الفطر. ومتى يخرجها المسلم؟ قلنا عندما يدور عليها الحول. وقلنا أيضا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ما حكم الزكاة؟ عرفنا أنها فرض على كل مسلم قادر، ذكر أم أنثى، وهي ركن من أركان الإسلام. وعرفنا أهمية الزكاة، أنها تحقق التكافل في المجتمع،
وأنها تقوي الروابط بين الأغنياء والفقراء. والعنصر الثالث وهو يحبه الله تعالى ويثيبه، وهذا هو الإنسان الذي يخرج زكاة ماله. وفي الختام يا شباب أشكركم على حسن استماعكم، وأرجو الله تعالى أن يوفقكم لكل خير ويرزقكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.